عند هام الأمور واضطراب الأحوال ووجود الأمور التي تقلق الخلق أمر الله جل وعلا بمراجعة العلماء كما في قوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والذين يستنبطونه هم العلماء ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فمعنى هذا انه اذا ترك الناس اتباع العلماء والسير على اقوالهم فانهم سيسيرون على ضلالات الشياطين وسيبتعدون عن دين رب العالمين